السلام عليكم. قبل ما ابدا المقطع، في برنامج لاستعادة الملفات المحذوفة والصور والى اخره اسمه ريكافيت، هذا هو. هذا اسعار البرنامج تبدا من 35 دولار ل 49 دولار على حسب النسخة اللي بتاخذها. طبعا يدعم الماك والويندوز ويدعم صيغ كثير من المقاطع والصور والفيديوهات الى اخره. طبعا لما تحمله راح تجيك القائمة بهذا الشكل، تلقى هنا الخيار هذا راح يوديك الهارد ديسك المعين اللي تبى تفحصه عشان تستعيد الملفات المحذوفة. تستنى يخلص وبعدين تضغط على الشيء اللي حاب تستعيده وتضغط ريكفر، راح تلقى رابطه في الديسكربشن. طيب السلام عليكم يا جماعه الخير، اليوم بوريكم حركه جميله في كروت نيفيديا في الجي فورس اكسبيرينس. راح تلقوها التقنيه باختصار انه راح يمديك تغير وتسوي كاستمايز للعبه من الوان الى بلور كافكتات وتلعب فيها ريل تايم، يعني وانت في اللعبه تصور عادي، يعني يمديك تستفيد من ذي الشغله في اشياء كثير. الحين راح نشوف، راح نضغط الت زد وراح تطلع معنا هذه القائمه هنا الجيم فلتر، راح هذا هي، لكن راح نشغلها في اللعبه لما نخش. زي ما انتم شايفين انا الان في باتل فيلد 3، نضغط الت زد نفعله من هنا جيم فلتر. طيب نسوي ريستارت اللعبه لانه توني شغلتها، المفروض اشغلها من اول. طيب رجعنا نضغط الحين الت اف 3 وهذا القائمه راح تطلع معنا. نختار اول شيء اد فلتر مثلا بلاك اند وايت، تبى تحط اسود وابيض، كونتراست طبعا نشيلها عشان احنا بنجرب الديتيلز، هذا راح يفيد حقين كاونتر اللي يحبوا ما عندهم شاشات مثلا بينكي ومدري، فبيسوي شارب اكثر للتفاصيل. لاحظوا كيف صارت تفاصيل مره حاده، يمديك طبعا تغير فيها تخليها اكثر حاده اتش دي ار اذا انت بتخلي اللعبه جرافيكسها اجمل. لاحظ كيف دحين كل شيء مفضوح، هذا في كاونتر راح يفيد اللي يبغى يشوفه في الظلال كيف مثلا واضح او غير واضح. البلوم اللي هو زي البلر خاص فيه، فلاحظوا انه مره هاي كواليتي ما شاء الله، ما هو شيء ابو كلب. مثلا لاحظوا كيف اللعبه صارت الحين، كانوا الجرافيك صار حق باتل فيلد 3 افضل يا اخي، اتش دي ار فهمتوا؟ ما ادري بس صار جميل. طبعا التغير في الدرجه حقه نحذفه، اوريكم دحين الدبث اوف فيلد اللي هو صراحه اكثر شيء اظن بيفيد اللي يسوي سينماتيك. لاحظوا كيف امديك يعني تتحكم فيه، طبعا انت راح تضبطه بشكل افضل. لاحظوا كيف دحين السلاح صار بلر واللي قدام ما هو بلر، ف غريب يعني امديك تسوي كذا حاجه تتحكم طبعا في الدرجه السموث البلر كيف امديك تعكسها. طبعا اذا ما تبى السلاح تبل هناك تضغط ذا الزر راح يعكس الحركة، طبعا انت تتحكم لما توصل زي كذا. لاحظوا كيف صار السلاح ما هو بلر والفوكس كأنه كذا بعيد. عشان نكملها مثلا بخلي بحط فلتر ثاني، اوكي حطينا كونتراست بالغلط، يلا نحط فلتر اللي هو ريموف هود. لاحظوا ذحين انه شال كل الهود، اتوقع لازم انزله تحت ايوه تنزله تحت اخر شيء. لاحظوا كيف صارت اللعبة كأنها هارد كور، و يمديك مثلا تاخذ سينماتيك زي كذا او مدري. لاحظ يمديك تزود في البلر، يمديك يعني تسوي فن يا اخي بالطريقه حقتك مدري. غير كذا من افكتات انا شفت يعني الباقي عادي، ستيكرات يمديك تحط ما ادري ليش يعني ايش السماجه هذه، لكن حاطين امديك والله تحط اللي هو فينييرينج اللي هو ذا الشيء في الاطراف اسود، هذه كلها تافهه في البرامج امديك تسويها، بس البلر هو اهم شيء لانه هذا ما تقدر تتحكم فيه. يعني اذا بتسوي سينماتيك رهيب راح يوفر عليك وقت. امديك في حركه برضو اتوقع هذه بتفيد اللي يسوي ايديت كثير، جرين سكرين يا جماعه راح يفيد اللي يسوي مثلا ايوه زي كذا، تسوي جرين سكرين على السلاح بحيث انه ما ادري بس شفت لها حركات انه والله تستبدلها بخلفيه او تستبدلها بشيء معين في الايديت. في الف حركه تسوي فيها بما انك سويت جرين سكرين للسلاح، يعني تخليه يختفي السلاح ويرجع فجاه، ماني متاكد بس يعني جرين سكرين راح يفيد بعض الناس. مثلا طبعا تتحكم في درجته اكيد، يعني تبغاه للبرة تبغى يعني اللون ثاني عشان بالافتر افكت يعني تختار. هنا حاطين مدري لا خلفيات زي كذا اللي اقصد انه تستبدلها بشيء، بس هذه اهم الفلاتر. الباقي في اشياء زي مثلا الليتر بوكس، هذا ايش يعني عادي بسوني فيجاس تغيرها، هذه مديك تحط بلاك بارز بسيطه اي شيء. سبيشال افكتس هذه برضو يعني اللي يحب الاشياء دي يمديك تغير في اللعبه عشان تلعبها بذا الطريقه. خلوني مثلا اطير الدبث اوف فيلد عشان كل شيء يكون واضح، والهيد وبحط كمان اللي هو
حق ال HDR حق الديتيلز. لاحظوا ان الحين بزود ال HDR شوية، الكونتراست بحذفه. لاحظوا كيف اللعبة صارت كذا، احس يعني جميلة، ما ادري منظرها مختلف شوية. ايوه انا دخلت وسطهم. اوكي جي جي دحماس. طبعا التقنية اسمها فريستايل، الحركة هذه مدعومة في 200 لعبة تقريبا. لاحظوا انه في العاب كثير قديمة دخلوا فيها، باتل فيد 3 4 5، مو العاب حديثة، فمديك ترجع ورا الالعابك الجميلة وتستمتع فيها بطريقة جديدة او بطريقة غريبة. ما اعرف اذا بتصور سينماتيك معين، مديك ذحين تطفي الهيد تسوي بلور كذا جميل تتحكم فيه وتصور سينماتيك، زي مثلا هذا اللقطة في باتل فيد 3 الناس كانوا ما يقدروا يسووها، لكن دحين عن طريق الفيديو مديك تسوي ذي الحركة بدون ما تحط هاكات او اشياء معينة في اللعبة عشان تحط بلر او حركة في راسك. طبعا التقنية مأخوذة من انسل، كانه فرع منها، فانت كرتك يدعم الانسل فراح يدعم هذا التقنية بالراحة. حدث اهم شيء الجي فورس نفسه لاخر تحديث وخلاص. بس هذا كل شيء، يعطيكم العافية، شكرا لكم، السلام عليكم.